من ورائه كل خير لنا ولأمتنا ولديننا بل وللبشرية جمعاء. أيها الإخوة الأكارم، أتوجه إليكم برسائل أولاها رسالة القدس، هذه القدس التي أعزها الله وكتب أن تبقى في هذه الأمة محافزاً ومشجعاً ودافعاً لهذه الأمة كي تقوم بدورها في ريادة البشرية وإعادة الحق إلى نصاره. نعم، إنها القدس التي أسرى الله تعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وصلى بالأنبياء إماماً، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوماً: يا معاذ، سيفتح الله عليكم الشام من بعدي، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإناؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن سكن منكم ساحلاً من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة. نعم، إنها القدس التي قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، بعدوهم قادرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أيها الإخوة، إنه الأقصى المبارك الذي هو أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، إنه ما صدر الله تعالى به سورة الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإذا كانت البركة للبيت الحرام في مكة خاصة بالبيت نفسه، بقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، فإن المسجد الأقصى قد باركه الله تعالى وبارك ما حوله لعلمه سبحانه بما أصاب ويصيب هذه الأرض الطيبة الطهور وقدسها ومسجدها من لأواء وأذى، واستمرار هذا اللأواء وهذا الألم أنه حتم لازم، لكن الله سبحانه وتعالى كتب أن يزول الظلم وأن يرجع الحق إلى نصابه. أيها الإخوة الأحباب، إنها الأرض المباركة التي ذكر الله تعالى هي أرض الإسراء والمعراج، هي قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أرض الإسلام التي لا مندوحة عنها ولا كرامة لمسلم دون عودتها إلى حضن أمتها وأهلها وشعبها. أيها الإخوة الأكارم، بالذكرى 62 من النكبة أقول بأنه قد مر علينا محن وإحن، وقد أمكننا بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن نحول المحن والإحن إلى منح وبركات تعود على أمتنا وقضيتنا بالخير والبركة. وهذه النكبة عارضة لن تكون دائمة، هذه النكبة الطارئة لا بد لها من أن تزول، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للظلم من أن ينقشع عن تراب هذا الوطن الطيب المقدس الطهور. في ذكرى النكبة نستذكر لاجئينا ونستذكر حقهم في العودة التي هذا الحق الذي أقره شرع الله تعالى وأقرته شرائع الأرض. إن أهلنا الذين شتتوا في أنحاء الدنيا هم أهل لأن يوضع حد لمعاناتهم وأن يعودوا إلى أرضهم ووطنهم وأن تطبق عليهم قرارات الشرعية الدولية وأن يطبق عليهم قرارات شرع الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.